تقولي بقى ان زاهي العتال هو اللي ضرب عليكم نار من يومين وهو اللي طعن حاكم. ده اللي حصل يا بيه؟ متأكدين؟ زي ما احنا شايفين سعادتك كده. والمنطقة كلها تشهد سيادتك. حتى حازم باشا بتاع اسم مصر القديمة يعرف الكلام ده كويس. حازم باشا، أنا اتصلت بالظبط حازم. قال لي إنكم قلتوا الكلام ده فعلا في أقوالكم. بس حازم ما شافش زاهي العتال بنفسه. ايوه يا فندم، هو ما شافوش، بس هو ده اللي حصل. ده كلامكم، بس مصلحة الجوازات بقى ليها كلام تاني. وايه كلام مصلحة الجوازات سيادتك؟ زاهي العتال في لندن بقاله شهرين. اللي كان معانا ده مين؟ Thank you.